عندنا التخوف ديال المرض اللي هو حديث الساعه ديال الانفلونزا، ولكن الحمد لله تبين انه ما كاينش شي حاله خطيره، ما كاينش شي حاجه. هذا هو هذا السبب ديالو هو البرد، انه هنا منطقه معروفه بالبرد تحت الصفر، وفي وقتها كيكون الرواح كذا. الخلعه اللي كانت فينا هي كنا كنقولوا لا تكون شي حاجه اصابه ديال الانفلونزا ولا شي حاجه، والحمد لله قمنا بالواجب، والسلطات المحليه والسي العامل والناس ديال الصحه قاموا بالواجب ديالهم، مشاو الاطفال تنقلوا للمستشفى المحلي ديال ام زميز، من بعد المستشفى المحلي مشاو للمستشفى محمد السادس في مراكش، وتموا الفحوصات ديالهم التحاليل وكذا، لدرجه حنا بدنا معاهم انا والسيد القائد وكذا، حتى الخمسه الصباح رجعوا للاماكن ديالهم، والحمد لله كلهم غادي يرجعوا للدراسه ديالهم. هادشي تبين انه راه غير البرد، ماشي شي حاجه كان اللي فيه الحلق، ولكن كانت الخلعه في الناس وكذا، ولا يخفى عليكم ان هذا شيء طبيعي باش يكون. ظهرت نهار الجمعه ونهار السبت تقريبا، كانوا تيتغيبوا عندنا شي تلاميذ، من بعد شكينا في الامر. نهار الاثنين عاد زدنا تاكدنا، وكان غياب التلاميذ واضح، يعني اكثر من نص القسم تغيب لينا، الشيء اللي خلانا اننا نستفسروا للمدير، هو اللي هو بدوره دور القايد دور شافوا مع الامبيلونس. وهذيك الساعه داو الدراري للمستوصف ديال ام زميز، قالوا لهم من تما انهم يمشيوا للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، تما درنا لهم فحوصات طبيه، يعني عفنا من هنا من ام زميز مع هذيك 9 الليل تقريبا، درنا لهم الفحوصات، تاكدنا بانهم كانوا حالات عاديه، كانت ديك غيب ليهم سيزونيي، الا 4 الحالات اللي درنا لهم ديزاناليز، اللي لقينا عندهم تقريبا امراض اخرى اللي هي ناتجه على هذه الموجه ديال البرد اللي كاينه، ولكن الحمد لله. هاد الحمله هادي دارت في اطار الفحوصات، باش اننا نستكملوا الفحوصات للتلاميذ اللي مازال ما داروش الفحوصات ديالهم، وهذا الشيء اللي استبشروا خير هاد الساكنه هادي، بحيث انهم جبنا لهم الدواء باش انهم يحاولوا يشربوا هاد الدواء ديالهم، وان شاء الله يكونوا في تحسن. والدراري عندنا مرض بزاف، وحنا خايفين من هذا المرض بزاف، حيت الدراري فيهم الكحه وفيهم السخانه والعطسه، كتجيهم العطسه بزاف كيعطسوا، وحنا خايفين من هذا الشيء. والحمد لله دابا جاوا الاطباء وجاوا جا السيد الرئيس، الحمد لله واقفين معنا، حيت حنا خايفين بزاف على الدراري، حيت كل شيء كاع الناس حتى الناس الكبار راه مرض عندنا في الديور، وعاد الدراري الصغار بزاف، حيت قالوا لنا هذا الشيء كيأثر بزاف على الدراري الصغار، داك الشيء اللي كاين. عندنا العيالات الكبار بزاف مرض في الدوار، تا هما راه مرض عندنا، يعني نفس الفيروس، كلشي مرض بداك الشيء، سخانة والكحة والتبوريشة. قالوا لينا راه كاين هذا الفيروس ديال الانفلونزا الخنازير، خايفين حنا خايفين بزاف من هذا المرض، حيت قالوا لينا كيقتل وبزاف ديال الناس توفوا بهذا الشيء، وخايفين بزاف. داك الشيء علاش كذا مشاونا لمحمد السادس ودينا الدراري، والباقيين ما مشاوش، راه مرض بزاف. شي 11 دري داو لمحمد السادس البارح، 13 دري هكاك داو لمحمد السادس البارح، ولكن حنا كاينين الحالات اخرين في الدوار، كاينين العيالات الكبار وكاينين الدراري اخرين في الدوار، ما مشاوش لتما، مراد حتى هما مراد فيهم السخانه، كتجيهم الكحه. لا الوفاه مازال ما كاين حتى حاجه، ولكن حنا متخوفين بزاف من هذا الشيء، حيت قالوا لنا راه كيقتل، وخايفين بزاف من هذا الشيء، والله الا خايفين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.